أحد المشتركين الأعزاء يسأل الدكتور شنو الفرق بين المشروبات الغازية الدايتية والمشروب الغازي العادي. أنا هسه قدام بالمطعم اكو مشروب دايتي قدامك تشوفه، وهذا المشروب العادي. هذا بي حدوداً 140 سعرة حرارية، وهذا الصفر نياته حلو طبعاً. هذا مادة الاسبارتام محلي، مادة كيميائية، ولأنه بأضرار هواية احنا نفضل طبعاً. واحدة من أضرارها اللي يستعملون على كل عنده سكري يقول استعمل الدايتي. طبعاً انت إذا عندك سكري تستعمل الدايتي، هذا ما ينطبق بحلقك. الخلايا الحسية الموجودة بالحلق زين تعرف انه سكر دخل بجسمك، ما تميز انه هذا السكر اجابه سكر عادي لو سكر دايتي. فالدس إعاز للبنكرياس انه افرز الانسولين، فالانسولين راح يطلع، ما يعرف انه انت بدك تشرب دايتي حتى لا يطلع الانسولين. لا عيني، الانسولين ياخذ الاحساس من اللسان مالك ويطلع للدم ويسوي مصايب الانسولين نفسه. فلذلك احنا نفضل انه تتجنب الثنيان. ليش؟ هاي 140 سعره حراريه على شنو؟ انت عندك وزن اضافي، على شنو تريد تاخذ 140 سعره حراريه؟ 140 سعره حراريه انت حسب كل 7 او 17 سعره حراريه غرام ليه، يعني هاي تولد لك حدودا 20 غرام ليه بالعافيه عليك. يعني انت عندك نقص ليه، عندك نقص بالشحوم. وأنا الشيء أقول أعزائي لا تستعمل لا هذا ولا هذا، الماء موجود بالعافية اشرب الماء.